السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة الدعاء المستجاب في 10 رؤى. 10 رؤى لو حضرتك شفت رؤية منهم ده دليل على استجابة الدعوة وتحقيق الأمنية. حضرتك لو شفت رؤية من الرؤى 10 اللي أنا هقولهم دلوقتي ده دليل على استجابة الدعوة وقبول الدعوة بتاعتك وتحقيق الأمنية. خليكم معنا إن شاء الله. الامور اللي احنا هقولها دي مش حصرا ولكن احنا بنوضح بس، لكن في رؤى كتير برضو بتشير على استجابة الدعوة ولكن احنا بنحصر اللي هو قريب او توضيح لحضراتكم. طبعا اول رؤية هنتكلم عنها، لو انت شفتي رؤية ان حضرتك بتدعو او انت بتشوف رؤية بتدعو ربنا سبحانه وتعالى مع دموع، بكاء بدموع بدون صوت، دموع فقط، خلاص ده دليل على تحقيق الأمنية والفرج بإذن الله تعالى، أكيد يعني بإذن الله تعالى. طبعا الرؤية اللي بعد كده لو حضرتك شفتي ان انت في حالة الوضوء بتتوضأ للصلاة او للتطوع او نوافل، ومن خلال بعد الوضوء ادعوتي ربنا سبحانه وتعالى، او في خلال الوضوء وانت بتدعو او انت بتدعو، ده دليل على تحقيق الامنيه برضو، قبول الدعاء الامنيه اللي يكون مشغول انت بيها او يعني امنيه تكون هي دي نمبر 1 ليك، الامنيه ليكي انت اللي هي اهم حاجه عندك، هي دي هي اللي تحقق خلاص. طيب لو حد بيدعو ويدعو ربنا ووجهه للسماء فرأى نورا، خلاص نور في السماء ساطع، فده دليل على قبول الدعوة واستجاب الدعوة وتحقيق الأمنية إن شاء الله تعالى. الرؤية اللي بعد كده لو حد شاف حد من الأموات اللي هو يعرفهم، خلاص قابله في الرؤية، كلمه في الرؤية، دعاله في الرؤية أو ادعالك في الرؤية، ده دليل على برضو تحقيق الأمنية اللي هو دعالج بيها. اذا كان حدد في الرؤية في الدعوة الشيء المعين يبقى ان شاء الله هو بعينه هو الذي يتحقق باذن الله، واذا كانت الدعوة كانت مفتوحة شاملة يعني خلاص فده دليل على الامنية اللي هو حضرتك انت بتتمناها او انت اللي بتتمناها هي دي خلاص. لكن كل واحد تلاقي واحد عنده كذا امنية خلاص، عند الليل عند ربنا بيدعو ربنا لكذا دعاء، ولكن الاهم فيهم خلاص هي دي اللي تكون عليها الدعوة ان شاء الله تعالى. دعوة الواحد بيدعو وفي ناس بتأمن وراه خلاص، وخاصة لو في حد من الاموات بيأمن وراه بيقول ربنا كذا يقول امين خلاص، فده دليل برضو على استجابة الدعوة. الدعوة لو حد شاف رؤية اللي هو بيقرأ قرآن وخاصة سورة الفاتحة خلاص ودعا ربنا، ده دليل على استجابة الدعوة وقبول الدعوة وتحقيق الأمنية بإذن الله تعالى. طيب حد في الصلاة بيصلي ويدعو ربنا في السجود وهو بيدعو ربنا سبحانه وتعالى، طبعا أكيد في الرؤية بيدعو أدعية كثيرة أو دعاء أو اتنين أو دعاء واحد، فبرضو هي أمنية واحدة، يعني قبول الدعوة قبول الدعاء شامل، ربنا مستجيب الدعاء ككل، يعني اي دعوة لو تدعي ملايين الدعوات مقبولة ان شاء الله، وهنوضح الكلام ده في اخر الفيديو باذن الله، ولكن اللي هو ينفذ لك اشارة الرؤية دي انه يحقق لك امنية واحدة، دعاء واحد بس، او يحقق لك انت امنية واحدة اللي هي اهم امنية انت تسعى ليها او اهم امنية ليك انت ترغبين فيها ان هي تتحقق، هي دي اللي هتتحقق باذن الله تعالى. طيب حد شاف هو بيدعو والمطر او الغيس نازل، ولكن نزوله نزول طبيعي مش سيول حاجة زي كده، لا نزوله المطر ويكون شامل، المطر يكون شامل البلاد او المكان في ظنه، حتى لو هو مش شايف ظنه انه معروف انه مطر على الناس كلها، فده دليل على استجابة الدعوة وتحقيق الأمنية بإذن الله تعالى. أما طبعا إذا كان خلاف المطر أو لها أوضاع خلاص، نزول المطر ماء أو ثلج أو أنواع من الأشياء تنزل لها في توسير، وإحنا اتكلمنا في بعض منه،
واذا كان سيول او المطر محدد مكان معين، ده لتأويل تاني نازل بغزارة او سيول لتفسير تاني، لكن مش موضوعنا. موضوعنا النهاردة، الموضوع الحلقة دي، ان 10 رؤى فيها استجابة الدعوة وتحقيق الأمنية اللي أنت بتسعى لها أو اللي أنت بتتمنيها موجودة في 10 رؤى دي إن شاء الله تعالى. طيب، حد شاف رؤية إن أو أحد الأبوين يدعو له، أو الأبوين، الأب والأم بيدعو له أو يدعو لها، فده دليل على استجابة الدعوة. دعاء الوالدين لابنهم مستجاب، فده دليل على قبول الدعوة. طيب، الدعاء عند رؤية الكعبة ده دليل على تحقيق الأمنية. طيب، إذا كان حد شاف الكعبة، طبعا أدى مناسك وده ليه تأويلات كتير أمور، ولكن اللي خصنا منه خلال وجوده في الكعبة أو وجودك في الكعبة وعملت مناسك حاجات، ده تأكيد على تحقيق الأمنية واستجابة الدعوة. طبعا بالنسبة للدعاء عامة خارج الرؤى، الدعاء اي حد بيدعو ربنا سبحانه وتعالى مستجاب دعوته، اي حد، خلاص. ولكن لها 3 اقسام، خلاص، الدعوات لها 3 اقسام. قسم، خلاص، يحجبه ربنا سبحانه وتعالى عنده للآخرة، لانه افيد للعبد ليه في الآخرة، يحجبه ليه للآخرة، خلاص. وقسم تاني، خلاص، ان هو الدعاء اللي بيدعوه بيرفع عنه بلاء نازل عليه او عليكي، خلاص، مصايب نازلة، خلاص، فربنا سبحانه وتعالى بيرفع البلاءات دي بالدعاء اللي ايه طالع ده من العبد الذي يدعو. والثالث والقسم الثالث طبعا أدعية ربنا بيستجيب لك منها في حياتك فعلية، اللي هي منها 10 رؤى اللي احنا قلناها عليها دي. طبعا حد عايز يتأكد في حياته او في الرؤية، لما بيدعو، يدعو عندما يدعو في الرؤية ويشعر براحة نفسية وحسن ظن بالله ويقين، ده دليل مؤكد على استجابة الدعوة وقبول الدعوة وتحقيق الأمنية. ولما يقوم من النوم أو تقوم من النوم تلاقي نفسك مرتاحة نفسيا، مبسوطة، سعيدة، أو أنت سعيد، منشرح، حاسس أن أنت مرتاح، ده دليل برضو على تحقيق الأمنية. طبعا الرؤية العشرة اللي احنا ما ذكرناهاش، لو حد شافه في الرؤية أنه هو صايم وجاي يفطر، خلاص، عند الافطار، ميعاد الافطار كده يفطر، وكان يدعو خلاص لنفسه، فده دليل على استجابه الدعوه وتحقيق الامنيه. طيب، دعاء الاخرين ليك، يعني دعاء الاخرين ليك، ده دليل برضو على استجابه الدعوه. لو حد انت تعرفه او ما تعرفوش، بس لو اللي ما تعرفوش شكله وسيم او شكله كويس يظهر عليه يعني حسن الصلاح، ده دليل على استجابة الدعوة. حد تعرفه بينك وبينه علاقتك كويسة، بينك وبينه او بينك وبينها، او انت وصاحبتك او حد جارتك كويسة جدا معاكي، فبتشوفه في الرؤية ان هي بتدعي ليكي او بتدعو لك، فده دليل على استجابة الدعوة. يبقى الدعاء في 10 رؤى دول ان شاء الله، اللي يشوف رؤية من الرؤيات دي ان شاء الله يعرف كده باذن الله تعالى يقينا باذن الله ان هتحقق الامنية بتاعته، الدعوة اللي هو بيدعو اليها وتدعو اليها انت حضرتك، دي دليل على الاستجابة مع تحقيق الامنية. لان استجابة بس ده يبقى هنخش على 3 اقسام اللي احنا قلنا عليهم، اما يحجبه واما يرفع بها بلاء واما في الدنيا تاخد منها في الدنيا، لكن استجابة مع تحقيق الأمنية ده دليل اللي انت هتاخد القسم الثالث اللي هو ايه، اللي هو استجابة الدعوة يحققه في ايه، في الدنيا، اما رفع بيها البلاء والحاجات دي. ولكن برضو في حياتنا العامة يا ريت ما نحرمش نفسنا من الدعاء مستمر، دعاء دايما مستمر، في صلاة غير صلاة، في ماشي قاعد، الدعاء مستمر. لان الدعاء المستمر انا بستفيد بال3 حاجات دول، لاما ربنا يحجبه ليا الاخرة، ودي حاجة كويسة، والاخرة خير من الاولى، خلاص. واذا كان البند التاني ربنا رفع عني البلاء، فدي حاجة كويسة، ان بلاءات ومصايب وامراض نازلة ووباءات نازلة، فالدعاء المستمر خلاص بيرفع البلاء، فدايما خلينا في دعاء على طول مستمر.
والاخر حاجه طبعا اذا كان ربنا اصابني باجابه الدعاء في دنياي في حياتي فانا في خير برضو، يبقى العمليه فيها خيرات كثيره. اصبح الدعاء هنا اشمل شيء، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده. فالانسان حتى في صلاته يدعى دعاء، في عندما يقرا القران وينتهي من القراءه يدعو. انت مش خسران حاجه وانت مش تعبانه في حاجه، الدعاء مش هيخسرك حاجه. الكلام كتير بيتقال اقول، بس احاول لما انا اقول ابقى اتكلم بيقين وحسن ظن بالله ان ربنا سبحانه وتعالى مستجيب الدعوه. ربنا قال انا مستجيب الدعوه، يوم مستجيب الدعوه مش نقاش. ولكن طب يا شيخ انا بدعو كتير ومفيش حاجه، مش شايفه حاجه قدامي، افرحي. دي حاجه من الاتنين التانيين بقى، اما مدخر للاخره واما رفع عنك مصايب كتيره، بلاءات نازله نازله عليك تروخ، فدي كده ربنا بيرفع عنك بلاء. لما واحد بيدعي كتير 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 يفرح، لو كتير وما يستجيبش ربنا في ظنه يعني ان ما يشوفش حاجه في حياه الدنيا بتاعته يفرح، يفرح لحاجات كتيره لان رفع عنه بلاء حاجه بليل للاخره. خلاص الدعاء ده حفاظ، ولكن احنا مش شايفين الحاجات دي. فالانسان طيب، واحد يقول انا ما فيش مره ادعو ربنا لما يديني اي حاجه، اقول يا رب يديها على طول، احزن احزن، لان ربنا سبحانه وتعالى يحب عبده اللحوح. لما بيحب عبده بيحجب عنه الدعاء عشان يكسر من الدعاء يا رب يا رب يا رب، فربنا يحب يسمع صوته فبيحجب عنه لحد ما يجي يسأم او يمل، فبيديه حاجه تصبيره كده خلاص. اما العبد اللي هو او الانسان اللي هو ما بيحبوش ربنا، اول ما يقول يا رب يديه على طول عشان مش عايز يسمع صوته يديه. فلما واحد بيدعو يدعي ويقول انا مش شايف حاجه، افرح، ربنا بيحبك، ده علامه، رفع عنك بلاء علامه، مدخر للاخر علامه، حاجات كتيره فيها فضائل كتير. ففضل الدعاء، عندنا 10 رؤى ان شاء الله، اللي يشوف رؤيه من دول بنفس الحوار اللي قلت لك عليها، احداث اللي قلت لك عليها، ده دليل على استجابه الدعوه مع تحقيق الامنيه، لان احنا قلنا استجابه الدعوه لها 3 اقسام، ومع تحقيق الامنيه تاكيد اللي هياخد في الايه؟ البند الثالث اللي هو في الحياه الدنيا. هذا والله اعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.